اسمع يا عزام،
الكلام سببه بالله. ما حكيت شيء. ما حكيت كثير تحديد بطلت كذا بالسبب. كان يوم اسود يوم ما دمعنا نقول الحالي. سبق وقل. ما قبلاش عزم الحد. ما قيدش لعزة. أبوك. عزة إيه عاد. ما مات العزم مات الناس. وكمل أما قبلها. كلمة وقلت كلام الحريم لا شرع ولا قانون مسكة النار اللي كانت عمري والناس اللي كانت وشني أصغر عيل فيك يا طحاوية قد ما سكسرتهم ما ريح يا سيد أبوه عطار دي الناس يبقى حاجة من اثنين يا ماتوا يا مخبين حد ياخد لهم بالدار رجالة هيش ولا تسوى هتقتل ولا هتقتل هيقولوا ليها واطو دسار هديم بسويه لا يودي ولا يفيد مع عساكر يودي ويجيب ويمرجع كمان سيروا مطلوقة في البلد كله وابو مين مع عيلته عياده يفديب عم ينزل في عنف حالنا واضح لا بيع ولا شيء ولا يمسك بابو انا جيتك والنفس صافي ما تقول السلام عليكم الاول النية قايمة وزايدة رحمة الله تمام وكام بابو سدناه السؤال لنا والجواب مصلح للكل الجواب ليش للكل كلام ملوش عازم خبريه يا مولانا مهضر غير انت ولا مهضر شنو اسمعني انت يا مولانا
زعلت؟ ليه كده؟ ده انا بضحك معاه؟ اوعى تزعل فرقنا زي دي. تعالى يا ولدي، تعالى يا زينة البلد وتاج راسها، ما تزغرد يا بنت. ارقص يا ولد العزايز، ارقص يد الطحاوية وكيد ناسك. وأول شي بالريقك في الصباحية كم سويد، وبيده تسكن أمك اللي ما داقت الشهد من يوم ما جال أبوك في دمه. تعال يا ولدي تعال، اقعد هنا اطرح أبوك. اسمع يا عساكر، الضحايا صاحيين قبل سمعوا ده سمع حديثهم في السوق. رجاجيل وعيلنا ونسوين. اسكت يا سمد، ما تأخذنيش عاد يا خالد، ما هي لازم تعرف. قول يا ولد. هيقولوا هيقولوا انك عاد خترفي و واتجنت وربنا يلطف بيها. وقلة الراجل تعمل تعمل اكتر من كده. ما قلت لك اسكت عاد. طب واني مال؟ وايه كمان؟ واللي يقول نبتل. يا قلت الحاد مجنون انا اياه. ولدك مات وقع في الساق، وده اللي تعرفه الناس. والناس ما مصدقاك. يصدقوا عاد ولا ما يصدقوش، اهو جه اليوم اللي ارضع فيه سلمي بيدي. ايوه ولدي عيني ولد الصحي بقى راجل، والخوف اللي عش الجوال طرت وراه قلت له روح عش الجوال طير النوم من حباب عينيهم. بكفايات يا عساكر. اسمع يا صندوق، من هنا على المحط اوعاك تهمل هواصل، تنام تقوم هنا تفتش كل ابو رجال. يمكن نسي العنوان ولا وقع منه. يا ولدي عجل يا ابوك عجل. مرة دليت فيها مصر لقيته راجل، كان نفسي تشوفيه في جبته وعمته. فرحتي وزيادة كان واجب يقعد عند الجزار قلقان اياه، خايفة بعد العمر ده كله ما يفضلش يمسك السكين. لما ياجي هتشوفيه وتعرف اني بقى راشد ولد العزايزة صح. واهلي هنا لاجلي هم المصر والازهر. دم ابوه وال 17 سنة العمر اللي وقفه على حالي. بيقول لو كانت ظروفي تسمع. اسكتي سيدي خشمك، يقطعها ظروف دي اللي تمنع عنطار ابوه. قال ما جاييش يا ولدي، رد على الله طمني قلبي قول ان الشعب يقصف غرفاتك. مرقاها اذا مجيك عمري مرق كيف الرحمة جشي قام حالك كنا في حالنا نروح ونهاجي في الناس الغير ومهرة ربي يسعدك. خدك بعافيه يا عساك. ازيك يا عساك؟ الحمد لله على سلامة ولدك. قصدي ولدي ياك فاكر الدنيا ما خبرات. حبيبي يسعد نفسه. خليني اعرف كيف العزايز. حاجة تخبر بلدي. هو وانا الحي. زي تلاهي الدنيا. تلاهي الطمع. والمريس الكذاب. فين؟ فين وعاد خلنا نسلم عليه واخده في حضنه. الخال ولد الخال ولا ما تكونش مفهمانه دي من الاب والعم كمان. عم ايه هتنكري دي كمان ولا هتخبيها ولا هتخبيه كيف ما خبيتي 17 سنه؟ وكنت فين ال 17 سنه؟ قدام عيني قدام عينك ما كنت لحظه قدام مصر مع حالك. فاكر الدنيا نايمه عزايز نعسانه من قدر اخوي احنا نايم. انت اللي راكبه دماغك وقلاتك هم قلاتك وحيتنهم قلاتك. لو اتحزمت الدنيا ورقصه ما قال عافية وبس وتغير في عرسي وعرسي دم سويله. دمك هتخدري في صوت. اسمع يا مرت اخوي، مصدرك انكشف يوم ما اتكلمنا وراك. انكشف ستري
ولدك أمنا يوم نوح الجبتار ما جاش. يا مستركي خير من وراه 17 سنة وأنا واقفة على حيل، 17 سنة وأنا عتقي الدنيا وناس، 17 سنة وأنا رايحة جاية بخلقات السود في غربان السكن. جاي دلوقتي تقول لي مسترسي يا خير يطرح برا البلد، يطرح برا البلد ودم أبوه. أنا كده شايف أبوه حاسس يتغرب شبابه، كيف عاد يجي لحظة ويدفن السما ده بالدنيا وحلاها؟ صديق وانا دور ساقي بيده تربط على بلا مبتدا في بلادك في بلادنا راجع نفسك يا عساك، احنا اول ابطال خلينا نفض المسألة دي. كلمة قلت عبد المرات ولد وحق الدار بكيفك عاد، بس الخوف يكون اخر عيد تضيع مرحوم تكون عيد الجاه تضيع على ولد. دفى من خشمك ولدي بقى راجل العزايز وسكناس مكان ابوه، مش راجل الموالد وغواديها. عساك بكره ادفع راسكم المدفونه في الطين. بيمين ما حد ده في راسنا، في راسك الناشفه يا حبيب الكبير ولا صغير. انت ايه؟ قولي انا مين؟ كل حي تقع بابا كيف ما ما قلنا راقب وفطر وين الهلال مع البيت او هاي الحقيقة كيف الشمس ما بنحتاج عزيز، والعزايزة هو أولهم عم في نكتب، وبعدين اللي معاه ما يصبح، إن اللي عندنا حاجة يبقى ياد وعند الدهال. وعلى أصحاب سيدنا يا عساكر، هو يا عساكر، عساكر، يا عساكر، تعال، تعال يا مبروك. ما طلعش الجبل يا فين ولد وها في المحطه هو عاد يعملها يا بخت كبير ده حتى كان يصلى العيد هناك عيد ما سمعتش التكبيرات يا كل سنه وانت طيب عيد هذا يا ابوي الضحيه لسه عايشه الضحيه وانا جايه سمعت صوت ربوب كاني واقف في المحطه ما فيش ربوب بيعدي لما يزمر جواه يرجرج الدار وقبر المرحوم والبلد كله 17 سنة ما اسمعش خلاف الوبور في ركن الجلسة على المال يا أستاذ مش عايزين هم عمال في الجو سألت المال ولا لا قالوا دخلت هناك بعد أن حلت البلد القطار الوحيد الذي لم تسمع صوته يا امرة عمي يا امرة عمي يا امرة عمي يما يا امرة عمي اقول لك على حاجه وتديني حاجه حلوه الشيخ عنوان وصل الشيخ عنوان وصل الشيخ عنوان وصل
حلوان؟ ولدي دورت دار وحشتك وحشتك قوي يا ضناي. تعال في حب ماما. قدمي سلم على خالتك مبروكه. ازيك يا خال؟ ان شاء الله تسلم وتعيش. كيفك وكيف حالكم؟ حنا هو حن، البركه فيك عاد. نورت دارك يا ود عمي. امي كانت تحكي عنك وتقول اني مالهاش غيرك. بشكلها عتحبك قوي. حلوه قوي دي. ايه كانه متربي معانا. انت ناسي يا كيف المهندسين. انت ناسي يا متربي عند قريبنا الاول. ثم يا ود عمي احنا بالازهر هندرس قران ولغه عربيه، يعني كيف لقيتنا دي تمام. ما جعانش يا ولدي؟ تعيش يا امي. عطشان يا ولدي؟ لا يا امي. ظهرنا حلوة قوي بس كيف الشمس ما دخلاش؟ انت الشمس يا نظري بجيتك رح تاج الشمس. ارتاح يا ولدي. وبعدين مطرح ابوك خايفة عليك من الفرحة. ما تعرفيش قد ايه فرحان بجيت. مش قد فرحتي يا ضناي، مش قد فرحتي. حب انك تاكل يا ولدي. اللي جاي عشانه اعظم واكبر من الجوع والعطش. سمعتي يا مبروكة؟ سمعتي ولد عمك يا سميدة؟ ولدي العزايزة صح اللي جاي عشانه هطلعنا من اللي مدفونين سنين عمرنا فيه. هيسعدك ويسعد البلد كله. واللي جرى الدم في عروقي واللي بلعت ريقي. كل حاجة لازم تتغير لأجل كل نجيمة وسط الدنيا كلها. ارتاح يا ولدي اقعد هنا. رح ابوك الاسم ده ما كانش فارق لسانك واصل. كل جايه كنت تحكي لي حاجات كتيره عنه. تقعد مع حالي واقلب كلامك يمين وشمال الاقيني ما فهمش. ولما كبرت وفهمت جيت خلص امك قبل ما يهمل البلد ويهرب. وليه؟ ليه سويلم بالذات؟ عشان قتل ابوه. طب وهو يعني ابوي قتل ابوه؟ تعرفوا عساكر يوم قتل ابوه يبقى بيننا وبينهم طار ودم. واللي وقفوه انك كنت صغير والصغير كبر بقى راجل عشان العزايز وسيد ناسها. غرق ثوبك بدم سويلم واحصره في خشم اللي ريق واللي عطش السنين المر. بترد ترد على امك ولا خايف على روحك؟ وانت ما خايفاش عليها. طب وانا مين ليه من غيرك اخاف عليه؟ اسمع كلام امك ولا نادد عليك؟ تشوف امك بخنقاتها السودر. لا حول ولا قوه الا بالله. قد ايه خايف عليكي؟ لو خايف علي صح اكتب امك. امك اللي ما خلت شيخ ولا زار ولا ولد لما تعلقت بحديد شباك وعفرت راسها في ضرب. ما فيش مجال لما كشفت فيها راسي ودعيت ربنا يمد اللي في عمري
لحد المتاج وتقتله بيده. بالوكيل بالوكيل بس فهمت يا نظر؟ فهمت ليه عاد خبيل 17 سنة بعيد عن البلد؟ فهمت ليه كنت عتاجي في الليل وترجع في الليل؟ فهمت ليه كل جاية كلامك عن سويلة مو بس؟ عشان عويلي وصرختي اللي حبستهم جوايا 17 سنة علشان ترجع لنا الحياة والدنيا من تاني. بقى هي دي الحياة والدنيا اللي بتستنوها 17 سنة؟ إياها يا ولدي. وإيه المطلوب يا أمك؟ تقتلوا يا ولدي، تقتلوا تقتلوا. وصمادة حيدلك على مطرحه. وصمادة موافق على كده؟ صمادة عزاي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كده ربنا رحيم. ربنا يا أمك هو وحده اللي له الحق. رحمته وسعت كل شيء، قادر ياخذنا بدارنا من غير ذنب علينا. ما تتكلم يا خالد. طب قول انت كلمه يا ود عمي. اقعد بالوكيت يا ود عمي، اقعد. وبعد شويه نحلها الحلاق. ما تقومي بينا يا امه. الحمد لله على سلامتك يا ود عمي. لساه ود عمك ما جاش. قال يا ولدي هلبسك العباه وامسكك السكينه اللي دخل بها ابوك مزنونه وجاهزه وتبصد بك كريم. اهدي يما ابو سيدك، اهدي وفهمين. ما انا هاديه وساكته وصبره 17 سنه. هو ما فيش جامع قريب من هنا؟ ما عندناش غير زاويه صغيره هنا. روح عاد اصل البلد. ولا ما يشوفك اهل البلد. بتمنى يكونوا كلهم موجودين. اتجننت يا سبق وقلت اول ما جيت اني جاي لامر كبير وعظيم. ياك انت حتقول للناس؟ لازم الكل يعرف. انت في وعيك ولا الغربه كلتك؟ احسن خدمه عملتيها لولدك وللبلد. اتعلمت ودرست وتخرجت. فرق كبير بين ولدك لو كان عايش هنا وبين علوان اللي قدامك. ابو سيد سيبيني عادة قبلهم. حتقول لهم ايه؟ قدر امي وسن حلاها اللي بارد هلا ناوي تشمت الخلق فيني. ويلم سويلة من اللي حيتنفس هواي. ولا عمك، عمك اللي فاكرني ما وعيهوش. عمك السند والعزوة ويخلص مني فيك. خلص 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 خلص. عمك اللي هملنا 17 سنة شايد الوكيل يطبطب ويواسي. تغزي شطانك، تغزي شطانك يا ولدي. بلاح الليلة دي صرف الزاوية عجيب لك تتوضى وتصلي وتلبس عبايتك وتمسك سكينتك وتقصد بكريم. مش راح تفهميني وما اقدرش اعصرك وما اقدرش اعصر ربنا. ربنا يا امي، ربنا اللي جعل الانسان خليفته في الارض من اجل الاصلاح واعمار الارض مش خرابه. ربنا لا حرم قتل النفس الا بالحق. حنيني للأرض لك تنفس فيها أمر ربنا. مية نظيفة وكهرباء، سقوف وحطام، حياة غير الحياة. يا ريتك أنت اللي تقدم. إني ما تعلمتش غير علشان أوعيكم وبس، علشان أطلعكم من اللي أنتوا فيه. صدقيني مش صعب ولا مستحيل لو كل البلد حطت يدها في يد بعض وشغلت نفسها بالبلد وناسها. لو فكرت في قتل ودم اللي لا يروي ارض ولا يطرح خير ونكون بلد وناس ليهم قيمة. انا زمايلي كلهم ناويين على الدين واني مش اقل منهم ولا انت عاد اقل من اهله. فكر
فكلي يا امي ولو 5 دقايق من عمرك اللي ضايع، فكلي. ها قلت ايه؟ عساكر ولا لسه على النار؟ نار عساكر عمرها ما انطفت. أنا شبعان والحمد لله. كيف المرحوم أبوه؟ كان آخر حاجة في الدنيا. يلا يا ولدي يلا. أبو العداوة يا عساكر. خبر النار كده من أول لحظة يطب فيها. يستاهل أيام. ومن له صبر يستنى. يلا يا ولدي يلا. خبر إيه يا أمار؟ أنت ناسى اللي قالوا دارس كتاب ربنا مليك. وإن اللي قال كتاب ربنا مستحيل يمسك سكين ويقتل روح حرام ربنا قتله إلا بالحق. والحق معان. والفكر اللي قتل أبوك ده مش حق. وإيه بس دليلك؟ أوه عيالك في النيابة. وقلتوا إيه يا عم في النيابة؟ ما نخبيش. إزاي؟ قلنا ما نخبيش. ولما ما نخبيش عايزين نقتلوا كيف يا ناس؟ برميت العزازة اللي بلوا في النيابة. دي الأصول يا عم. حق الحكومة ومن قبله حق ربنا. الحكومة تاخد نظرنا. فايزة يا واحد انت ما قلت تقولي نكري عليه. لا يا عم لا لا نقتل ولا نكري. الامر بيده وللامر. لو القاتل لسه عايش هم يقتلنا حقنا بالوصول والشارع. احنا وللامر والطهر مش طالع الحكومه. اسمعني بس يا اسمعني انت يا ولد. ما طلبهاش المستحيل. كل اللي طلبه سويلة تكتب سويلة. مش هدت وده مبوك. مش هدت 17 سنة. مش هدت العمر والطول. مش هدت هل ولدك لسه ما جاش يا عساكة. مشي من قدام يا رب غضبانين عليك ليوم الدين. اهدي يا أمي اهدي يا أمي بس وفهمين. حلوان مات. أيوة مات من دم وما قبلاش فيه عزم. بركة فيكم أرعاركم وطرطاركم. انت مش منهم لسه تتعين. والعين قالوش وسط الرجال مبرق. اهدي يما وفهمين يا ناس. المسألة مش هوجة وغابة. ده حتى ما يرضيش ربنا. اهدي يما بس وفهمين. ولا اللي قتل أبوك. خد خلقاتك لسه ما شافت دارنا. غور يا مرة. Get out!
طب هو فين دلوقتي؟ عرب محمد رفعان ابو الوابور. ولا وشدكت يمه حرمة علي عيش هذه 17 سنة اللي وقفها مع الحيط. اهدي يا خالد، العزيزة مش عدوان وبس، العزيزة رجالة بعد النجوم السماء ومدن عام بدلوا غريب بدلوا والعرعر يمين للعيوان. ما كنت عسيته عليك وان كان راح عدوان. انا عدوان يا خالد وانا اولى للغريب. براس مبروك يا سيدك، براس لك يا مبروكة وراج لك يا خالد. خد خلص ولد عمك من العار ومنطخ نفسه فيه. ها بعد ما كنت خلاص حدعك يا دوب اسود لقيتني بلبس دوب فكتوب. حصلوا واقتلوا علوان. سيل دمه من المحطة لحد الضب. اقتل علوان. اعمل اللي بقول لك عليه. اقتل ولد عمي. ارفع راسنا وراسك. ولا ابد عليك. امشي في وسط الناس. راسك مدفونة في بحر البر. مرة سترت على مرة. مرة شيل معايا القزوين وعيالك. لو ولد القحوية كان عمل كبير كانوا دبحوك قبل ما تتسلم على الضهر. مرة تستر على الفضيحة. والله بسمام، والله بسمام انا سايبك يا علوان. لا تجري وراك يوم القيامة. والله ما انا سايبك يا علوان. علوان فين ولدك؟ هرب حمل لفعان وهرب رح يركب الهبوب. من يوم ما هرب من عند الجزار وقلبي بيقول انه هيهرب من طربوه. حكم اللي تنعم يبدو توقع منها السكين. القتل يلزم راجل 17 سنة وانا مستنظرة حتى ما يجي وياخذ بالدار. وهو جاي يا ريت وما جاي كانوا في الصندوق طلعت لي محبلتي فيه ولا شفت فين سميدة. ابوك اللي دخل المحطه يبقى زمان هيك. صح مدى النوم ايه اللي يمنع سميدة يا شيعتي وراء سميدة ودي العزايزه ما ظن الشرحه. صح اللي عاد لو خد دينه في سنانه ورمى. صح اسمع كان في صبابو. مالك يا عساك؟ اسكتي سب ما فهماش. اهدي يا عساك اهدي يا قريبتي وفهميني. انت بتخليني ايوه سمعت سمعت ليه؟ اتجننتي يا مبروك لا انت اكيد اتجننت. لا يا ولد لا يا ولد لا 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 قتلوه ما قتلوش قتلوه. طيب دم من المحطة لحد الدار. اعمل اللي بقول لك عليه. ارفع راسنا وراسنا. لا يا ولد لا لا قتلتوه ما قتلتوش. ومال بس كان قتله احسن. مش كان قتله احسن. اهدي اهدي. لا 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 فاكرينك العزوه والاه. لا لا قتلوه
قتلوا، ما قتلوش، قتلوا. ده ده ولا دي حيوان لساته حي، ولا دي ما ماتش، لساته عايش، عايش وهياخد بتار ابوه. لا قتلوا، قتلوا ولا ما قتلوش، حصلوا ولا ما حصلوش، قتلوا. يا باي يا حد العمام خفت يا ما تشكي الولي، يا كل ما تتعب تشكي الولي، يا كل ما تتعب. يا محسن الإمام أخفت الجامع تشكي الولي، يا كل ما تتعب يا حي. يا حي يا حي يا حي Thank you.
سعداء جدا بلقاء حضراتكم النهارده. نيجي من اقصى صعيد من جنة ان نقابل حضراتكم النهارده ان شاء الله. معايا كاست الشباب كريم ضياء، رحمه يوسف، هبه جمال، الشيخ محمد، مصطفى من قبيله الاشراف، من بلد الخال الابنودي عبد الكريم، اللي انقذت الموقف وعملت دور عساكر ايه، مزيكا ماريو، الجندي المجهول محمد هلال مدير الشباب والرياضه، المسال محمد ماهر، ابننا وصديقي وبعتز بيه عبد العاطي نادي، اخوه بودي لسه في لعبه جديد اول مره معانا، بيت الفن محمد رمضان، سليله استاذ منتصر فؤاد في جنة عندنا، استاذ عاطف عمنا بيستبارك بيه معانا في العروض، لعيب الكوره وممثل محمود جمال، عبد الله من شطار، زينب اول مره تقف معانا على المسرح، زينب، يوسف، يوسف من الشباب الشطار، احنا قلنا هنا اشراف، هنا بقى جبلاوي، قبيلتين في جنة، الجبلاوي عشان ما تضربش في جنة لازم قبيلتين، محمد المعتصم مخرج عرض البابور. احنا سعداء بيكو طبعا، وانا الحقيقه قضيت فتره طويله جدا في نجا حمادي، وعملنا حدائق الشيطان شيء جميل. انتوا الاجمل طبعا، انتوا الاجمل يعني، الحقيقه قدمتوا لنا عرض جميل، و لانه ده متاخد بالظبط من الكلاسيكيه العظيمه الكترا اللي كانت مستنيه اخوها ياخد بطار، وتعملت حاجات كتيره جدا، ان اخوها ده تعلم في امريكا وجه لابس البرنيطه ومعاه الشنطه وهي مستنيه العمر، علشان ده رؤيه فنيه. هو السؤال، الابن كان بيجي وكانت هي ما كانتش عارفه ان هو دخل الازهر، كان بيجي لها، كان بيجي يزور بس لا هي كانت بيجي، بيقول انا كنت باجي، وكانت بتسفره بالليل، هي طب هي ما كانتش عارفه لما كانت بتروح، اصلا كانت بتقول 17 سنه ما شفتوش، طب هي كانت بتروح له يعني عارفه انه دخل الازهر، وعند ما قد ايه عند ناس، طيب هي متوقعه ايه يعني، اذا كانت بتروح وعارفه انه هو في الازهر وبيدرس الدين والدين يمنع القتل، فهي ده السؤال. نعم هي بس من اهله، من مش كده؟ ايوه ما كانتش مفاجاه بالنسبه لها ان هو يمتنع. انا بس بسال ليه، لان 17 سنه انا كنت متخيل مستنياه، فجالها لابس الكاكولا والعمه والازهر، هل هي ما كانتش تعرف لما كانت بتزوره؟ ينضج ازاي يعني، كانت بتروح له بتشوفه كلام من ده، طيب ايه المفاجأة؟ لا
لا لا لا لا لا، كلام ده كلام ده. الأقوى الأقوى إنها تقعد ما تروحلوش، الأقوى إنها تستناه وأخباره جيلها فاكرة إنه جاي. 17 سنة من عمرها هو ده المفاجأة بالنسبة لها، إنه جه لابس العمة ولابس الكاكولة بتاعت الأزهر، حاجة تانية، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لها، صدمة كبيرة. علشان تبقى الدراما واخدة زي إلكترا في الكلاسيكية اليونانية، قعدت تستنى أخوها عشان ينتقم من عمه اللي قتل أبوها واتجوز أمه فجاي يعني المفاجأة أنه يجي بقى حاجة تانية، هو ده. لكن إنها تروح له وتصوره وبعدين تفاجأ بيه إزاي؟ على كل حال أنا بس لأن العمل ده أنا شفته أكتر من مرة، أنا بحييكم حيي. وبنتنا الجميلة دي، أنت كنت بتقول إنه أنقذت إيه بقى؟ ونعمة التحدي، برافو عليك برافو عليك. العم مش عاوزك تضحك والنبي، الغي الضحكة خالص، أصلا ما انتش إبليس لا لا، فمش محتاجة أبدا الضحكة اللي انت بتحطها دي، انت فنان جميل، لكن الضحكة دعم يعني مش محتاجة. الموقف السيتويشن ده صعب جدا انك انت تضحك، حتى لو كنت بتضحك انت ساكت مش هتضحك ضحك التشفي ولا لا 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 لا، بس ده مش مكانها، ده فنان جميل فدي مش مكانها. انا بشكركم جدا جدا وسعداء بيكم وحاجة جميلة، ده من التراث، والتراث ده يعني بيبقى بالظبط بالظبط. ما اعرفش يعني الاخ اللي نزل وبعدين رجع علشان ينزلهم ده عشان يقدمهم، ما اعرفش لان هو قطع الورق ومشي خالص، ما اعرفش ازاي يرجع تاني علشان يعني، انت لازم تشوف لها حل دي. شكرا. وانا اعتقد ان هو ده هو ده، لا 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 ده هو ده، لانه كان عاطلنا ظهره طول الوقت يقلب بالظهره، وهو ده اللي يعني انا بس بقول كده، ما اعرفش بقى انت المخرج. اشكركم جدا. اسعدتوني واشعرتوني بفخر اني بنتمي لهذا المجتمع، هذه البقعه من مصر، ده شرف ليا. انا خليت ريحه الصعيد هبت عليا وانا قاعده، كلكم ما شاء الله عليكم. تحية خاصة لبنتنا الجميلة اللي هي قد التحدي وأكبر من التحدي كمان، ممثلة مش بس بتتكلم مش بتمثل، عندها صوت، عندها كمان تعبيرات وعندها نظرات، ويعني ما شاء الله عليك يا بنتي، كلكم حلوين. علوان كمان كان جميل، وأتمنى أن أنتوا تحطوا في اعتباركم أنكم تشيلوا جملة أنها كانت بتروح مصر، لأن ده هيعلي عنصر المفاجأة ويخلي الحدث أسخن بكتير. فجملة شيلها، إنها طول الوقت منتظرة وبتسمع أخبار خير عنه، لكن لما يجي ولابس الأزهري دي بتبقى الصدمة الأولى، والصدمة الثانية رفضه للقتل. فأتمنى تشيلوا الجملة دي. وحل درامي بسيط طبعا، أستاذنا العظيم الأستاذ محمود الحديني عنده كل الحق في هذه التفصيلة، يعني مهمة جدا. والممثلنا الجميل العم طبعا انا باكد على انك تشيل الضحكه وتتكلم بكامل صوتك، انت الفحيح اللي المنطقه اللي بتتكلم منها مخلياك شرير ومتآمر، وانت صاحب هم، كل اللي بينك وبينها انه انت بس عايز تحسسها انها غلط، يعني هي مش لادد عليك فكرها، فرح طمعان فيها وفرحان فيها، بس السكه مش سكه زعيم العصابه، منطقه الفحيح. انا عارفه ان مش ده صوتك،
صوتك الحقيقي، اتكلم بصوتك الحقيقي. انت كنت مستعير صوت بنقول عليه في الموسيقى فالصيتو، مش صوتك. اتكلم بصوتك الاساسي وبطل الفحيح والغي الضحكه. الدور هيعلى معاك اكتر من كده، واحنا بنقول لكم ده من محبتنا وعايزين افضل، بس انتوا عملتوا عمل رائع. انا شخصيا بنت البلد فخوره بيكم جدا، واتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله اللي جاي اقوى واجمل، واستمروا. مبروك، احسنتوا. السلام عليكم. احسنتم جميعا، وعملتوا عرض الحقيقه يعني اسعدنا ان احنا شفناه. شكرا يا استاذ محمد يا معتصم على هذا العمل وعلى دعمك لهؤلاء الشباب الجمال، وده اللي احنا متعودينه منك فينا طول الوقت، داعم للاجيال الجديده وللشباب، ويا رب دايما كده ان شاء الله متالقين وبتقدموا لنا اعمال كويسه. شكرا جدا.